يا ريس. ده هات تاني معاها. رئيس العصابة هو اللي يتكلم، احنا راعين يا باشا. اوعي اوعي. الو ايوه يا باشا. إيه اسمي؟ اوعى تقول له. لا يا باشا مش هقول لك. لا 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 بنهت ايه؟ لا احنا مش بتوع بنها، احنا بتوع هنا. انا من مين يا فرج؟ ايوه باشا. لا ارهاب ايه؟ لا يا بقى احنا عصابه، عصابه بنوك جامده قوي عشان تبقى عارف. الرهاين فين دول؟ الرهاين. بص يا باشا احنا معانا رهاين وعددهم كبير قوي، لو طلباتنا ما اتنفذتش هنموتهم كلهم، خلي بالك. ماشي يا باشا؟ مفهوم يا ابني مفهوم. الله انت عصبي كده ليه؟ الله. طب انا هناديك بايه دلوقتي؟ طيب طيب كل طلباتك يا ابني هتجاب، بس لازم نتفق الاول على ايه؟ على كل حاجه. ماشي حاضر، ما تخافش، كل طلباتك هتجاب، اللي انت عايزه هديهولك، بس عايز اعرف انتوا كام على بعضيكم؟ ايوه يعني انتوا كام والرهائن كام؟ اوعى انت مجنون. ايه بنت في ايه؟ ايه مالك يا بنت، انت سرعتيه كده ليه؟ كان هيقول له على عددنا وده غلط. خلينا اكلمه، وحياه اللي بكلمه فرحني مره يا اختي. حسونه مره من نفسها شاديه، انا عمري ما اتكلمت في التليفون، انا بتفرج على التلفزيون بس. الو 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 1 2 3 4 5 6 15 هتقول له ميكروفون زي اللي في الفيلم. يا عم انت بتنزع على فكهاني في ايه؟ ايوه يا باشا. لا مش سعادتك يا باشا، لا ده واحد معانا هنا فاكرها عيد ميلاد. بقول لسعادتك ايه، انا عايز اعرفك ان احنا عددنا كبير قوي ومسلحين على اعلى مستوى. ايوه باشا. لا عصابه جديده جديده، بس مستعدين نخربها مداين عشان تبقى عارف. بقول لك ايه، فين الفلوس؟ ايه؟ طب بص بقى ما كلمنيش تاني الا لما الفلوس تيجي، واخد بالك؟ وعايز افهمك حاجه، المكان كله محاصر يعني ملغم بالكامل، اي حركه هفجر المكان بينا وبيكم. يا نهار اسود، دول ملغمين المكان كله يا رب. الفلوس فين؟ ما احنا كلمناهم يا فندم بيحضروها. وتأخروا ليه؟ يا فندم هم بيحضروا عملة قديمة وصغيرة وكمية كبيرة. العملية دي مش سهلة يا فندم. في ايه؟ في انت ايه؟ انت عقود المعركة ولا عقود الولاية دي؟ ما فيش تناقض يا ابني. في ايه؟ ده عندنا سلاح قديم. انت عاوز السلاح ليه يا باشا؟ عشان نستعد للمعركة. إذا وقعوا مننا واحد نوقع منهم اتنين. سيبوا الحكايه دي عليا. لا الله يخليك، احنا حلوين قوي لغايه كده. انت هتقلبها غم ليه يا عم؟ دي شنطه مين دي؟ لا دي شنطه رمضان. رمضان سيبها سيبها، سيبيني اشوف فيها ايه. طيب معايا حته شوكولاته. يظهر ان انا احبك يا فاطمه والله. ايوه تمام كده، تمام الفلوس يا فندم. عظيم، حطهم عندك. ايه ايه في ايه؟ سيادتك اللي استلمهم لازم يمضي هنا يا فندم. معقولة؟ دي تعليمات يا فندم. تعليمات ايه؟ طب خلاص امضي انت، عرفي انت. ايه؟ اشمعنى انا يا باشا؟ انا اصلي يعني. لا اصل ولا فصل امضي، ما تخافش، دول مش هيلمسوها بايديهم، انا اوعدك بكده. ايوه الو الو يا الله، ما هو يا بني ادم لازم اعرف انا بكلم مين. نعم بتكلم ابراهيم حلم بوحه يا سيدي، هتفرق معاك ايه يا باشا؟ بقول لسعادتك ايه؟ انا لو حبيت اكلمك تليفونك كام؟ ايوه معايا. ايوه قول سعادتك. ثلاثة أربعة ثلاثة. مش هتفرق من واحد اخلص. ايوه يا باشا. ايوه تسلم يا باشا. ايه؟ بتقول ايه؟ الفلوس وصلت؟ الخمسة مليون؟ كلهم؟ الله أكبر. ايه يا ابني الدوشة اللي عندك دي؟ طيب تعال خد الفلوس. ها؟ قصدي تيجي تاخد الفلوس بنفسك. الله. طب ازاي انت هتثق في حد غيرك يا ابني؟ الله. مش يمكن تبعت حد غيرك ياخد الفلوس يطمع فيها وتطلع انت من المول البلح حمص؟ لا يا حبيبي، سوري، مش انا اللي اخون اصحابي، دي الرجولة اتخلقت عشاني. إذا ذكرت الرجولة ذكر فرج. أيوة يا فرج. مجنون، إزاي تقول له على اسمك؟ هكذب من اسم فرج. اسمه فرج. برافو يا فندم. أيوة. أنا أنت ما بتردش ليه يا راجل؟ يا فرج. لا يا راجل، إحنا خلاص بقينا أصحاب. يا فرج. يا
يا ليه الادب؟ ايه يا ربي؟ هريت كتفي ازاي يا اخي؟ انت عايز ايه؟